premier. من عاود بالله ميرسي تازي كما تدري هي يدي صدعك تهلا فيه شنو ما بقيتي تحترم لا 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 احترم الناس انا الاولى كل شيء هذا التليفيلم هو عباره عن كارت فيزيت كنعطيها للمنتجين والمخرجين كنقول لهم هاكوني الى الجليل سيدنا محمد الله ما براسه الشلالي انا كنلعب الدور ديال غيتا اللي هي واحد الشخصيه مركبه ومعقده جدا كتعيش في واحد العالم كتعيش في واحد كتعيش عده صراعات وازمات نفسيه عافاكم ندير الديبار خليه وفاضل خدام تما شوف المهم وعلى ميزانس اولا رؤوف الصباحي هو نتاج او خريج مدرسه القناه الاولى اللي كنفتخروا بالعديد من الاسماء اللي نجاتها يعني طموح كيتعامل بواحد المعامله يعني احترافيه وكنتنبأ ليه ان شاء الله انه مخرج واعد وعنده ان شاء الله مستقبل زاهر الدور ديال منى واحد الدور مختلف على الادوار اللي لعبتها قبل منى واحد بنيته مفشه بنت عائله عندها واحد صديقه ديال الطفوله من صغر ديالها اللي كتحمق عليها ما كتقدر دير حتى شي حاجه بلا بها دونك وغادي تعيش معها بزاف ديال الاحداث وبزاف ديال المشاكل وبلا ما نزيد شي حاجه اخرى حيت نحرق البيرسوناج تكون بعد درامي والجمهور اول مره غادي يكتشف الزبير في حله جديده بعيده على الهروي بعيده على بزاف ديال لي بيرسوناج وهنا هذا واحد لو ديفي واحد تشالنج او ميم طون الضوء صعيب بزاف باش ما نكذبش خدا لينا الوقت بزاف باش 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 نتمرن عليه باش ناخذ حتى الجيستويل ديالو انه فعلا الضوء صعيب بزاف وكنحاول يعني باش 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 نوصل داكشي اللي عندي لداخل نوصلو للناس بحب وبصدق نتمنى انا نوصل الناس بعد يوصل احساسي الناس خلال هذا الضوء جو سوي ان بور برودوي ديال التلفازه المغربيه خصني يكون عند حسن ظن هذه المؤسسه بناسها باللي قراوني تما لان راه من اهم مدرسه من غير التكوين الاكاديمي اللي تكونت راه تما راه الناس اللي قراوني الحقيقه ديال الصنعه ديال الميدان راه في ديك الدار ماشي ايور دائما القلب تما وغيبقى تما الانتماء الاداري هو اللي ما بقاش اما الانتماء الروحي والوجداني غيبقى دائما ونقلته حتى لولدي